كانت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس ان يؤثر واجتياح خط برليف المنيع واقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. روايات وحكايات يحكيها علينا أبطال 6 أكتوبر وكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية العظيمة. استمعنا من قبل لروايات من المخابرات الحربية ومن قوات الجوية، ومستمرين مع حضراتكم في عرض أهم الإنجازات التي حققتها هذه الأسلحة من الدفاع الجوي، ثم سنأتي على قوات الصاعقة. بيشرفنا في الاستوديو منذ قليل سيادة اللواء دكتور يحيى السنجق، وهو من مقاتلي قوات الدفاع الجوي. قبل أن نستكمل هذه الحكايات والروايات عن كيفية انتصار قوات الدفاع الجوي على القوات الجوية الإسرائيلية وإسقاط طائراته، كيف تمكن المصريين من بناء حائط الصواريخ العظيم، كنا قد نقلنا لحضراتكم بعض مظاهر الاحتفال التي يقوم بها المصريين سواء في ميدان التحرير أو عند قصر الاتحادية وفي مختلف ميادين ومحافظات الجمهورية. على جانب آخر، صممت جماعة الإخوان المسلمين على تسيير عدد من المسيرات والمظاهرات تنديدا بالقوات المسلحة ومحاولة لإطفاء جو مختلف على الشعب المصري في هذا اليوم الاحتفالي في يوم 6 أكتوبر. وعلى إثر هذه المسيرات نتجت اشتباكات في منطقة الدقي في منطقة المهندسين، وما زال هناك اشتباكات في ميدان رمسيس. معنا على التليفون مراسلة CBC في ميدان رمسيس الزميلة سارة فؤاد. سارة، قبل الفاصل كان هناك اشتباكات في ميدان رمسيس، هل ما زالت الاشتباكات مستمرة؟ من بين قوات الشرطة وأنصار الإخوان، أنصار الرئيس المعزوم من ناحية وبين أنصار المعزوم من ناحية والأهالي. هي حالة كر وفر. هناك يعني 4 من أنصار الإخوان تم القبض عليهم، منهم كان معهم فرتوش. طيب، احنا دلوقتي على الشاشة شايفين هذا الخبر العاجل من سقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بمحيط ميدان رمسيس. هذا الخبر جاي من رئيس هيئة الإسعاف. انت من ملاحظتك على الأرض يا سارة، هل رصدتي بعض المصابين أو القتلى اللي سقطوا في هذه الاشتباكات؟ هناك بعض الإصابات من جانب أنصار المعزول، ولكن لا وجود لقتلى حتى هذه اللحظة. الإصابات اللي موجودة دي اتحققت بإيه؟ يعني نتيجة عن إيه؟ يعني هناك البعض يقولون فرتوش من جانب القوات الأمن، والبعض يقولون يعني آلي ورصاص حي. ليس هناك أي معلومة مؤكدة. طيب، احنا عندنا احدى المناطق من ميدان رمسيس، شايفين الصورة اللي جات لنا منذ قليل، اشتباكات يتدخل فيها الاهالي، وجود لقوات الامن، ولكن بما تقدرين اعداد انصار جماعة الاخوان اللي موجودين حوالين ميدان رمسيس اذا كانت لديك هذه الرؤية؟ هناك مجموعات قادمة من ناحية منطقة التوفيقية، وهناك مجموعات متواجدة اسفل كوبري بطبق، وايضا مجموعات عند مسجد الفتح. الهدف زي ما هو عشرات هنا وعشرات هنا وعشرات هنا. طيب، الهدف اللي واضح ليكي، هل المجموعات دي توصل ميدان تحرير؟ كان هذا الهدف من البدايه، ولكن قوات الامن تصدت لهذه المحاوله. مفهوم يا ساره. هل واضح بالنسبه لك ان هي مناوشات ومظاهرات وستنصرف، ولا واضح بالنسبه لك ان هناك مجموعات تحاول الاعتصام؟ هل هناك نصب لخيام او ما شابه؟ لا استطيع القول ان هناك اعتصام، انهم مجموعات قليله، عشرات مجموعات. نعم. طيب، أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا مراسلة CBC في محيط ميدان رمسيس سارة فؤاد. زي ما حضراتكم تابعتم هذا الخبر العاجل الذي جاء إلينا منذ قليل من رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن سقوط
عدد من الإصابات في محيط ميدان رمسيس. معنا على الهاتف الصحفي في الوطن من مقر جريدة الوطن صلاح الدين حسن. صلاح، قدام مقر جريدة الوطن هناك تطورات، ما هي هذه التطورات؟ والله يا فندم خلاص يعني حاليا يبدو ان الاشتباكات انتهت. الاشتباكات بدأت بمحاولة عشرات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين اقتحام مبنى الوطن. قاموا بتحطيم عدد من اليقوطات المعلنية الموجودة، حاولت أن تحرق طيارة الشرطة الموجودة أمام مقر جريدة الوطن، لكن فوجئنا فجأة أن هناك إطلاق نيران كثيف جدا، يبدو أن كان تلقاء تحذيرية من قوات الشرطة. استمر إطلاق النيران تقريبا 10 دقائق أو 15 دقيقة، وبعدها يعني هرب المتظاهرون من ناحية شارع مصدق. إمتى كانت هذه المحاولة لاقتحام أستاذ صلاح؟ نعم يا فندم. متى كانت هذه المحاولة لاقتحام مبنى جريدة الوطن؟ يعني منذ مثلا ساعة لثلث 40 دقيقة تقريبا. منذ 40 دقيقة تقريبا. هل عندك أي فكرة إذا كان محاولة الاقتحام دي نتج عنها احتكاك بأي من العاملين في الجريدة أو أي من الأهالي؟ هل هناك إصابات في حول الجريدة؟ حقيقة احنا وجودنا كان داخل مقر الجريدة، لم يستطع أحد منا الخروج وسط إطلاق النيران الكثيف. الذي شاهدته أنا بعيني هو تحطيم أنصار جماعة الإخوان المسلمين لليافتات الإعلامية ومحاولتهم اقتحام الباب الخلفي للجريدة وأبواب الجراشات، ويبدو أنهم كانوا غاضبين جدا. أنا يعني لا أعرف لماذا كان يبدو عليهم الغضب الشديد، لكن بعد رأيت بعض الأهالي من حي الدوقي تدخلوا تقريبا من 10 ل 15 فرد، قذفوا بعض المتظاهرين بالحجاره، بعدها تم تبادل قذف الحجاره بين المتظاهرين الاخوان وعدد من الاهالي. هذا ما رايته بعيني. مفهوم يا استاذ صلاح، واشكرك شكرا جزيلا على هذه الشهاده، ونتمنى السلامة لكل العاملين في جريدة الوطن وفي كل الجهات العامة والخاصة. المصريين النهاردة نازلين علشان يحتفلوا، أو حتى اللي اضطرتهم أعمالهم إن هم يكونوا موجودين فيها، فهم في مود احتفالي، في جو احتفالي، وليسوا في جو صراع أو الدخول في خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن النهاردة إذا كانت هناك خصومة تجاه أحد فهي خصومة من جانب جماعة الإخوان المسلمين تجاه عدد كبير جدا وقطاعات عريضة من أبناء الشعب المصري بيحاولوا إن هم يطفوا على هذا اليوم مظهر الاشتباكات ومظهر المناوشات التي تجري في الشوارع، ويبتعدوا قليلا قليلا عن مظهر هذه الاحتفالات. سيادة اللواء، تعتقد إن هذه الاشتباكات اللي بتحدث في بعض المناطق هل يمكن أن تغير من طبيعة هذا اليوم؟ هل في الآخر ينجح جماعة الإخوان المسلمين في اقتناص نقطة سياسية من ظهر الشعب المصري؟ لا يمكن. حضرتك بتحارب القوات المسلحة والشرطة والدولة بالكامل، كيف هذا؟ دي جماعة، وجماعة ليس لها أي سلطة أو ليها أي قوة إلا عمليات التخريب. كل اللي احنا بنشوفه على الشاشة النهاردة دلوقتي مع حضرتك ده عبارة عن تدمير للدولة، تدمير لمنشآت الدولة، تدمير لمعنويات الدولة، تدمير لمعنويات القوات المسلحة اللي حاربت في سنة 67 وحرب الاستنزاف و73 معتمد على معنوية وليس لها مادية. ال- 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 الناس اللي بتقوم بكل العمليات دي هي العمليات التخريبية و دول ناس مأجورين، ما بيتكلموش، دول بيتاجروا باسم الدين، ليس لهم هدف إلا الوصول إلى السلطة، ولا يمكن يصلوا إلى السلطة. السلطة هي التسلط والقدرة على التحكم في مرافق الدولة، ومنها القوات المسلحة نمرة واحد، ثم الشرطة،
ثم بقيه المرافق بتاعت الدوله ما عندهمش هذا الكيان. اسمح لي سياده اللواء ان احنا نطلع على اخر تطورات الحاله الامنيه، ومعنا على التليفون سياده اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخليه لشؤون الامن العام. سياده اللواء برحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا حضرتك طيب ووصلك لا طيب. سيادة اللواء هناك بعض المناوشات اللي احنا تابعناها في ميدان رمسيس، لو ممكن تنقل لنا حقيقة الوضع الأمني هناك. الوضع في المجمل وفي مستوى مصر كلها تحت السيطرة الكاملة، والمصريين بيحتفلون بانتصارات أكتوبر في الميادين. هناك بعض المحاولات الفاشلة من قبل تنظيم الإخوان لإستاذ فرحة المصريين باحتفالاتهم. مشهد بعض المحاولات بمحيط ميدان التحرير بيتم التصدي لهم بكل حسم. هناك بعض المحاولات لإطلاق عيرة نارية من قبل عناصر الإخوان على المواطنين وعلى رجال الأمن بيتم التصدي لهم. تم ضبط أكثر من 600 عنصر حتى الآن. أكثر من 600 عنصر يا فندم؟ حضرتك قلت 600 عنصر مظبوط؟ طبعا المشاهدين الامور تحت السيطره الكامله، ولن نسمح لاي فصيل او اي عنصر من العناصر ان يفسد فرحه المصريين بانتصارات في اكتوبر ان شاء الله. طيب الحصيله النهائيه اللي حضرتك قلتها اسمح استاذنك في تكرارها، الحصيله النهائيه لمن تم القاء القبض عليهم من انصار جماعه الاخوان. كام يا فندم كام؟ كم على كم فرد تم إلقاء القبض حضرتك قلت على مستوى الجمهورية؟ تم القبض على حوالي 600 على مستوى الجمهورية في القاهرة والجيزة بعض المحافظات، ممن حاولوا اجتاح فرح المصريين والتعدي على رجال الأمن والمواطنين المحتفلين بالانتصار. طب هل جاء إلى وزارة الداخلية بيانات عن سقوط قتلى في أماكن معينة أو رصدتم إصابات في بعض المحافظات؟ لم نبلغ حتى الآن بوجود حالات إصابات أو وفيات حتى الآن، سيتم متابعة المستشفيات ونشط الإسعاف فيما بعد. الآن نحن نؤمن المصريين في احتفالاتهم، وأؤكد مرة أخرى لن نسمح بإصابات في ميادين مصر بالكامل، ولن نسمح لأي تفصيل بإفساد صحة المصريين في احتفالاتهم. يعني إذا كان هناك نية لبعض أنصار الإخوان إن هم يدخلوا ميدان رمسيس ويعتصموا هناك لن يتم السماح لهم بأي حال من الأحوال. بأي حال الحمد لله لن نسمح بأي اعتصامات على مستوى الجمهورية لأي فصيل من الفصائل وفي مقدمتين فصيل الإخوان. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء سيد شفيق ومساعد وزير الداخلية للأمن العام. سيادة اللواء كنا بنتكلم قبل الفاصل على محاولات جماعة الإخوان المسلمين تكدير اليوم ده. هم شايفين ان من حقنا ان احنا نتظاهر، بس احنا عندنا في الموروث الشعبي والموروث المصري العام ان لما يكون حد عنده فرح ما حدش تاني يعمل مشاكل في نفس اليوم اللي فيه الفرح ده. شعور حضرتك ايه كاحد ابناء القوات المسلحه؟ كنت لواء في القوات المسلحه وشاركت في حروب واحد مقاتلي الدفاع الجوي. شعور حضرتك ايه ولما تيجي جماعه الاخوان المسلمين وتصمم على ان هي تعقد هذه المظاهرات التي عادة ما ينجم عنها اشتباكات وإصابات؟ أنا هقول لحضرتك بصفتي ضابط في القوات المسلحة، خدمت في القوات المسلحة، وأعلم جيدا القوات المسلحة، والتاريخ قايل لنا على القوات المسلحة المصرية أو الجيش المصري من أيام محمد علي لحد 73، هذا الجيش جيش قوي معنوياته عالية. هذه التصرفات لا تؤثر في معنويات القوات المسلحة. معنويات القوات المسلحة في السماء دايما، حتى لو سيادتك افتكرت أيام حرب 67 وبعد 67 وأيام حرب الاستنزاف ووقت الرئيس الراحل أنور السادات وعام الضباب و المعنويات بتاعت الشعب كانت في الأرض، في القوات المسلحة كانت معنوياتها في السماء، لم تتأثر. القوات المسلحة قوة ضربة معنوياتها لا تتأثر بتصرفات صغار. لا تتأثر بتصرفات صغار اطلاقا. طيب يعني ما يضايقكش انك تشوف هذه المظاهرات وهذه الاشتباكات في يوم كل المصريين نازلين علشان يحتفلوا، مش بس بالقوات المسلحة ولكن يحتفلوا بنفسهم، ان هذا الشعب في الاخر هو اللي صمد بعد النكسة، وهو اللي بنى نفسه، وهو اللي حارب، وهو اللي قدر يحقق هذا الانتصار ويحطم أسطورة العدو الإسرائيلي الذي لا يقهر. بالضبط حضرتك، حضرتك القوات المسلحة لم تحارب في 73 أو الحروب اللي قبل كده لوحدها، حاربت مع الشعب،
الشعب هو اللي ادى القوة وهو اللي حارب وهو اللي كان مستعد للحرب. وما الرئيس أنور السادات شعر وتأكد أن الدولة مستعدة إلى الحرب ادى أمر الحرب للقوات المسلحة لا أكثر ولا أقل. فلا يمكن يتم المنظر ده. المنظر ده أيوة بيضايق لكن لا يؤثر في معنوياتي، ده بل بالعكس ده بيقويني أنا عشان أحمي الدولة. أنا بتكلم كظابط بيخدم النهاردة في القوات المسلحة، أنا ما بتكلمش عن نفسي، أنا بتكلم على الضباط، على الضباط الموجودين حاليا اللي خدموا معايا قبل كده، وأنا عارف مستوى الضباط قد إيه. يمكن الضباط اللي موجودة في القوات المسلحة دلوقتي ما اختمتش معايا، أنا سابق ليهم، لكن أنا أعلم الأسس والقواعد المبنية ورسخة في رجال القوات المسلحة إنها لا تتأثر بالكلام ده. أنا هفاجئ حضرتك مفاجأة مش عارف. اتفضل يا فندم. الكلام اللي هم بيقولوه بيكتبوه على الحيطان يسقط يسقط حكم العسكر لا يؤثر فيا اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، وانا افتخر اني اكون من العسكر. انا دخلت الكليه الحربيه عشان اتخرج ضابط، ولست دكتور او محامي او مهندس، انا دخلت عشان ابقى ضابط عسكري من العسكر. هم بيعتبروا ان ده في نوع من انواع ليست استدعاء إهانة. الديمقراطية ليست إهانة. ولبس البيادة اللي انا لبستها طول خدمتي ده شرف ليا وليست إهانة ليا، بل بالعكس هم لو كانوا يقدروا يلبسوا بيادة ما كانوش قالوا الكلام ده، لكن هم اصغر مقاس البيادة اكبر من رجلهم، يمكن مقاس البيادة اكبر من مخهم. طيب حضرتك بتتكلم عن فترة خدمتك وانك دخلت القوات المسلحة علشان تكون ضابط وعسكري وجندي في الجيش المصري. أيوة. واحنا النهاردة بنحاول ننقل للسادة المشاهدين ونفكرهم بكل الروايات وبكل العلامات المضيئة اللي قدر يحققها القوات المسلحة بمساندة الشعب المصري. الشعب المصري في الآخر هو عماد القوات المسلحة، دول أبنائه في الآخر، من الأسلحة المختلفة. والنهاردة على مدار اليوم اتكلمنا على عدد من الأسلحة، اتكلمنا على المخابرات الحربية، اتكلمنا على القوات الجوية، ودلوقتي ممكن يكون المدخل ان احنا نتكلم على الدفاع الجوي وبالذات حائط الصواريخ وبناء الدفاع الجوي من بعد نكسة 67. البعض ممكن يقول ان نكسة 67 كان غياب او ضعف قوات الدفاع الجوي فيها احد الأسباب الرئيسية لحدوثها، هل ده كلام صحيح؟ حضرتك الدفاع الجوي ما كانش موجود في 67، كان في المدفعية المضادة للطيارات، والمدفعية المضادة للطيارات كانت تابعة إداريا إلى سلاح المدفعية وعمليات إلى القوات الجوية، فكان منقسمة إلى قسمين يعني في الإدارة بعد 67. وده مش التشكيل، مش ده مش النمط الأساسي في الجيوش، في الجيوش الحديثة. والله في ناس كده، في ناس شغالة لحد ان الميم طه او مضاد للطيارات هو عنصر من عناصر المدفعية، وفي ناس تانية بدخلة الميم طه ضمن القوات الجوية، لكن احنا بخبرتنا القتالية في حرب 67 واللي حصل 67 وتعويض الفرق ما بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الإسرائيلية انشئت قوات الدفاع الجوي، انفصلت عن القوتين المدفعية والقوات الجوية وبقت ليها قيادة. ابتدت القيادة بقيادة اللواء حسن كامل مساعد وزير الحربية لشؤون الدفاع الجوي وليس قائد لقوات الدفاع الجوي، ثم بعد ذلك صدر أمر بإنشاء قيادة قوات الدفاع الجوي بقيادة اللواء محمد علي فهمي، المشير محمد علي فهمي بعد ذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأنا كان لي شرف إن أنا أخدم معاه في وحدات الدفاع الجوي بمستوياتها المختلفة حتى مكتب رئيس أركان حرب القوات المسلحة. إيه اللي كان ناقصنا قبل 73 وبالذات في هزيمة النكسة اللي أدى لوجود قناعة عند القيادة السياسية المصرية والقيادة العسكرية إن يجب أن يكون هناك قوات للدفاع الجوي ويجب أن تكون هذه القوات مستقلة؟ هل كان نقصا في التخطيط والتنسيق ولا كان نقص في المعدات فقط؟ الاثنين يا فندم، كان في نقص في المعدات. المعدات لها أنواع مختلفة وليس نوع واحد، فكنا عشان تتعامل مع هدف
إذا كان ارتفاعه منخفض فأنت محتاج لسلاح معين، ارتفاع متوسط أو عالي محتاج لسلاح آخر. ال- 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 الهدف اللي حضرتك بتدافع عنه، هل هو مثلا العاصمة، المنشآت الاقتصادية، الكباري، محطات التلفزيون والإذاعة والإعلام للجمهور، أو تشكيلات برية متحركة؟ ده ليه مواصفات وده ليه مواصفات. الدفاع الجوي بقى انفصل أو مش انفصل، في أقسام، قسم دفاع جوي دولة وقسم تاني دفاع جوي تشكيلات برية. دفاع الدولي، دفاع الجوي عن الدولة مسؤول عن الدفاع عن الجمهورية بالكامل، سواء كانت مدن أو الدفاع الجوي عن التشكيلات البرية ده ملحق مع التشكيلات البرية، بيتحرك معها، بيغطي الحماية أو بيكفي للحماية الجوية ليها في أثناء عملياتها سواء كانت دفاع أو هجوم. طيب إذا كانت هذه العناصر كلها كانت ناقصة في 67، لمين الفضل في اتخاذ هذا القرار؟ هل هو لشخص بعينه، ولا كان هناك قناعة تتشكل داخل القوات المسلحة ان احنا محتاجين ننفصل بالدفاع الجوي ونركز على تسليحه؟ هو حضرتك اتشكلت قيادة جديدة للقوات المسلحة بعد 67، والرئيس جمال عبد الناصر عين الفريق محمد فوزي وزيرا للحربية، وكان معاه الفريق عبد المنعم رياض. بالصدفة الاثنين كانوا من طه، وعرفوا نقطة الضعف في حرب 67، وهم يعلموا جيدا ان القوات الجوية، احنا معنا لقطات، عذرا سيادة اللواء، معنا لقطات لاحد الذين تم إلقاء القبض عليهم في ميدان رمسيس. أعتقد أن هذه الاشتباكات توحي بأن اللي تم إلقاء القبض عليه هو من مثيرين الشغب في ميدان رمسيس. حضراتكم كنتوا تابعتوا معنا منذ قليل لقطات من الاشتباكات في مناطق محيطة بميدان رمسيس ومؤدية إليه. اللقطة اللي حضراتكم شفتوها واللي هنذاعها على حضراتكم لإلقاء القبض من قبل قوات الأمن، من قبل عناصر، من قبل أفراد القوات المسلحة لأحد مثيرين الشغب واقتياده لأحد السيارات المدرعة، هيتم تسليمه بالتأكيد إلى قوات وزارة الداخلية علشان يتم التحقيق معه ويتم التعامل معه بالشكل القانوني المتاح. حضراتكم شايفين خلف المدرعة هناك احتفالات بإلقاء القبض على مثيرين الشغب في منطقة رمسيس. هننقل لحضراتكم كل التطورات في حينها، ولكن نستكمل حوارنا مع سيادة اللواء حوالين عملية بناء قوات الدفاع الجوي. حضرتك كنت بتقول لي قبل ما ننقل هذه الصورة ان كان هناك اقتناع، يبدو ان ننتقل الصورة، عذرا سيادة اللواء، لكن في صورة اخرى من المهندسين، هناك إلقاء قبض على احد مثيري الشغب برضو، وهناك بالقرب من هذه العملية سيارة اسعاف متوقفة وتجمهر لعدد من الأهالي. كان هناك في وقت سابق اليوم اشتباكات في منطقة المهندسين واشتباكات أخرى في شارع التحرير بالدقي. ليس هذا هو المشهد المسيطر على الحدث النهاردة، هناك احتفالات كثيرة، وهناك أيضا تذكر لكل ما يحدث ولكل ما حدث في حرب 73. اسمح لنا سيادة اللواء ان احنا نخرج الى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود على احد التقارير اللي اعدوا الزملاء عن دور قوات الدفاع الجوي في نصر 73 وكيف تم بناء هذه المنظومة العظيمة، ولكن بعد الفاصل.